الرئيس السيسي يشهد افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي للصناعة. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، وأنها حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في إطار فهم أهمية الاستقرار لها وللمنطقة. قصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن قواته ستوسع نطاق عملياتها البرية. العاشرة بتوقيت جرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة. ترتكز الرؤية الملتقى والمعرض على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية والعربية والأفريقية والأورومتوسطية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويستند الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة على ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد الاستثماري والاقتصادي والبعد الاجتماعي وبناء الإنسان وبعد الجمهورية الجديدة. وتابع الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس الموقف التنفيذي لعدد من المصانع ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. وأدار الرئيس السيسي حوارا مع مسؤولي المصانع، حيث أكد دعم الدولة الكامل لتوسيع أعمالها بهدف رفع الإنتاج لتغطية الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على دعم المستثمرين ليس بغرض مشاركتهم في الربح، ولكن لتوفير المواد الخام لتشجيع الصناعة الوطنية. وأنا لما بقول الكلام ده ليكم للمستثمرين وبقوله، الهدف منه أبدا مش الدولة، يعني ما بتجريش ولا الربح قد ما بتجري على أن الربح بتاعها يكون في توفير مواد أو مستلزمات أو منتجات، هذه المنتجات يتم تصنيعها عشان تدي فرص عمل للناس اللي هنا. هديك مثال، أنت عملت مثلا على مساحة معينة منشآت مدنية، صح كده؟ منشآت مدنية للمصنع بتاعك، يبقى الأرض بالمنشآت المدنية ليها تكلفة، أنت دفعتها سواء كانت الاستثمارات دي من معاك أو أنك يعني رحت للبنوك عشان تجيب تمويل لها. طب أنا لو، وأنا بقول الكلام ده مش ليك أنت بس يا دكتور أحمد، أنا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني ومعرفش آليات العمل بتاعتها تتعمل إزاي في وزارة التجارة والصناعة دكتور مصطفى أو غيره. أنا مثلا ممكن تقول لي أنا صرفت في المنشآت المدنية بتاعتي 200 مليون جنيه، فأنت خطتك في إدارة التدفق المالي المتاح ليك واستثماراتك ودراسات الجدوى وكده تقول إن أنا أعمل اللي أنا هعمله ده في 5 سنين. طيب لو أنا جيت يا دكتور وقلت لك إيه، طب المنشآت المدنية بتاعتك دي بدل ما تدفع أنت ال 200 مليون دول أنا هعملها لك، أنا هعملها لك، وأنت حط الاستثمارات كلها في انك انت تجيب معداتك اللي انت عايزها عشان بدل ما تعمل الشغل في 5 سنين خطتك يعني في اطار الطلب اللي موجود يعني اعملها في سنتين او سنه. انا لما بوفر عليك الموضوع ده مش داخل عشان اشاركك في ربحك، انا داخل عشان اشجعك. وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين بالتوجه للاستثمار في المناطق الصناعيه بمختلف المحافظات، مؤكدا استعداد الدولة لوضع الآليات اللازمة لتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين في هذا المجال. المستثمرين الراغبين في ان هم يخشوا في المنظومة ديت، ان انا اقول له هات اللي اوت بتاعك بتاع 50-60 مستثمر، كل منشأة هتتكلف تكلفة معانا احنا نعملها له، وهيبقى في نظام مالي، يعني هيبقى في نظام مالي طبعا، ولكن انا هبقى يعني كل الكلام اللي ابدا بتعمله والكلام اللي بيتقال ان دايما ان الاجراءات بتاخد وقت شويه،
لا احنا مش هنعمل كده. انت مجرد ما تيجي تقول لي عايز 10 اماكن في الحتت الفلانيه، زي ما انت قلت كده، الارض الفاضيه بتاعت ال 500 متر واكتر في كل الجمهوريه، وتقول لي ده عايز شكل المنشأ المدني اللي هيتحط فيه المكان بالطريقه دي، انت كغرفه صناعه واتحاد بتتصل بالناس والناس بتتصل بيك، بيقول لك طب انا عايز اعمل دي وانا عايز اعمل دي، وانت قادر على الفرز. وبالمناسبه وانت هتبقى مسؤول عن اللي انت بتطرحه، من جانبنا احنا هنخش نعمل لهم اللي هم عايزين يعملوه، ويبقى وفرت عليه ارقام ماليه هو محتاج يعملها، ويركز فقط في انه يجيب المكن والمعدات اللازمه يعني لاداره المنشاه دي وتتحرك بيها. احنا مستعدين نعمل كده، ويبقى يعني دوله الرئيس مع حضرتك مع وزير التجاره والصناعه نشوف ازاي ده نعمله يعني. كما شهد الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني ضمن المبادره الوطنيه ابدأ، حيث أكد استعداد الدولة للتوسع في المدارس التطبيقية وإعادة تأهيلها لخدمة الصناعة. اللي بيتعمل في المدارس دي اللي هي مدارس فنية بيتعاد تخصيصها ويتعد وتتجهز، لأن هي موجودة بالفعل وعندنا آلاف المدارس، والدور اللي بتقوم بيه مش بيتناسب مع سوق العمل، واحنا بنتكلم بكل صراحة. احنا مستعدين إن احنا طبقا للخريطة اللي أنتوا عايزينها نوفر ال 100 مدرسة سنويا دول يا دكتور مصطفى، ونعيد تأهيلهم بالشكل اللي انتوا عايزينه، بحيث ان انتوا تقوموا بالدور زي مدرسة بدر في يعني في برج العرب، او مدرسة دمياط. جاهزين نعمل ده، شوفوا الخريطة اللي انتوا عايزينها، واحنا نخصص ال 100 مدرسة دول او نعيد تأهيلهم بالشكل اللي يحقق، لان طبعا واضح ان كل مدرسة بتقوم بدراسة مش زي التانية. احنا مستعدين نعمل كده. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائب أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هيثم والسادة المشاهدين. سيادة النائب، في ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات واسعة وتحديات قاسية في هذه الأيام، إلا أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في عملية التنمية والاستثمار بكل الطرق، وأكبر دليل ما نشاهده الآن في هذا المعرض والملتقى الدولي للصناعة، كيف تصور وكيف تصف وسط كل ما نراه من أحداث عزم الدولة المصرية على استكمال المسيرة؟ يعني يمكن النهاردة يعني زي ما حضرتك ذكرت المعرض الدولي السنوي للصناعات اللي بيقوم به اتحاد الصناعات المصري، يعني التشريف السيد الرئيس اليوم بيدي رساله يمكن للداخل والخارج ان الدوله المصريه على الرغم من الصعوبات اللي بتواجهها المنطقه حاليا وتصدر مصر لحل تلك المشاكل يعني شبه منفرده، الا ان الدوله المصريه تهتم ايضا بشؤونها ولا تترك التحديات الداخليه واهمها وعلى اولوياتها التحديات الاقتصادية. ويمكن الاهتمام بالصناعة هو أحد أهم المحاور اللي هتساعد الدولة المصرية للعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتقيم بظلالها طبعا على الدولة المصرية بسبب التضخم العالمي ومشاكل ثبات الإمداد. ويمكن السيد الرئيس اليوم في تصريحاته يعني أعطى أكثر من رسالة للمستثمرين المصريين والمستثمرين الأجانب كمان، إن الدولة المصرية يمكن عازمة على توفير كل السبل وتيسير كل الإجراءات الخاصة بأي مصانع، سواء من خلال تخصيص أراضي مساهمة في بناء بعض القطع وتوفير بعض الآلات، وده يمكن ذكره السيد الرئيس في حديثه. كمان اتكلم السيد الرئيس على تأهيل الأيدي العاملة، وده كان أحد أهم العناصر اللي اي مستثمر بيفكر فيها قبل ما يبدا يعمل المشروع او المصنع بتاعه، ويمكن توفير ايدي عامله ماهره تتناسب مع السوق ومتطلبات السوق. ويمكن السيد الرئيس ذكر يمكن اللي هي اكثر من 100 مدرسه للتعليم الفني والتكنولوجي تتواكب مع التكنولوجيا والتطور التكنولوجي. يمكن الهدف
كبير ان الدوله المصريه بتحاول يعني تعمل توطين للصناعه، وده يمكن تم اطلاقه في استراتيجيه وطنيه ان احنا نغطي احتياجات السوق المصري من منتجات مصريه، وده هيساعد بشكل كبير على تخفيف فاتوره الواردات اللي بتكلف الدوله عمله صعبه، وطبعا ده هيساعد بشكل كبير لتلبيه احتياجات السوق المحلي والمصري وزياده المكون المحلي في جميع الصناعات. ويمكن السيد الرئيس يعلم جيدا ان المشكله مش مشكله انشاء مجلس اعلى او خلافه، لا، هي المشكله ان احنا في حاجه الى تبسيط الاجراءات، في حاجه الى توفير الاراضي. يمكن هو يعني شجع كمان المستثمرين ان الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره وقالها صراحه في جمله سياده النائب، ان النجاح والبناء والتنميه لا تاتي بالمجالس ولكنها تاتي بالاراده، وتحدث عن تفاصيل فيما يخص الاراده وصغار الموظفين الى كبار الموظفين، يتحدث عن تفاصيل المشهد الحقيقي الذي تعيشه مصر منذ سنوات طويله من تاريخ التنميه والعمل في مجال الصناعه والاستثمار. بالظبط يا فندم، كمان وهو توصيف يعني دقيق للمشكله، لان احنا دائما اذا تم توصيف العرض بشكل خاطئ فسيكون الدواء لا يحل المشكله. ولكن السيد الرئيس يمكن وصف المشكله ان احنا بحاجه الى تكاتف كل العناصر، سواء من المستثمرين سواء من صغار حتى الموظفين، وتحدث كمان على المستثمرين المصريين والخارجيين وتكاتف جميع جهات الدوله والمبادرات. يمكن مبادره ابدا عامله يمكن شغل خلال الفتره اللي فاتت في اعاده العديد من المصانع المتوقفه، يمكن بدات حتى مش بالمصانع اللي لسه يتم انشائها، لا، ايه المصانع المتعثره، وده كان برعايه يمكن السيد الرئيس اطلاق مبادره ابدا وعملت مجهود على الارض، وان مش هيحصل اي تنميه في موضوع توطين الصناعه المصريه وهو الحل الجذري لاي مشكله اقتصاديه الا بتكاتف جميع المواطنين وصغار المصنعين وموظفين الدوله والحكومه والمبادرات يمكن التي تعمل في نفس المجال. ويمكن ده ما يسمى المثلث الذهبي للتنميه، ان اي تنميه حقيقيه تحدث في دوله، نعم، يجب ان يكون ثلاث اضلاع عاملين رئيسيين فيها، الضلع الاول وهو الحكومه، الضلع الثاني وهو المجتمع، نعم، والعمل المجتمعي، والضلع الثالث هو القطاع الخاص، وده مش هيكون غير بتكاتف جميع الاضلاع المثلث حتى تستطيع الدوله المصريه الانتقال الى الجمهوريه الجديده رغم الصعاب اللي بتواجهها اقليميا وداخليا وعالميا. نعم، وفي سؤال أخير سيادة النائب في هذا الإطار، أيضا أعاد تأكيد ما أكده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص أن الدولة لا تدخل في هذه المشروعات الاستثمارية بهدف الربح، ولكن من أجل توفير خامات، من أجل تسهيل إجراءات، من أجل أن تساعد في حصول المستثمر على ما يريده أو ما يريده خلال عمليته الاستثمارية. يعني كيف ترى إعادة التأكيد مرة أخرى على هذا الأمر؟ أعتقد السيد الرئيس يمكن في حديث اليوم كان بيأكد على ما أطلقته الدولة المصرية منذ عدة أشهر وهي وثيقة ملكية الدولة، أن الدولة المصرية تعمل الآن على زيادة ومستهدفات حقيقية من تمكين القطاع الخاص من العمل في الصناعات الهندسية وصناعات الآلات والصناعات الثقيلة. ويمكن الدولة حتى خطة وأعلنتها أن يتم تخارج كمان الدولة المصرية من بعض الصناعات، وهذا ما أكده السيد الرئيس اليوم، أن ما تقوم به الدولة الآن هي عامل مساعد وداعم للقطاع الخاص والمستثمر سواء المحلي أو الخارجي، من خلال توفير له جميع مستلزمات الإنتاج، بعض المعدات والآلات، سواء أراضي سواء تسهيلات. وقال السيد الرئيس لبعض المصنعين والمستثمرين الدولة في يعني بتمد إيديها وهتساعد، صحيح، بحيث إن أنت يعني تزيد من إنتاجك حتى، صحيح، تزيد من صادراتك حتى تدر على الدولة المصرية العملة الصعبة، فيتم امتصاص حجم التضخم العالمي اللي يصدر للداخل المصري. نعم، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في إطار فهم أهمية الاستقرار لها وللمنطقة، مشددا على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس. بس أنا دوري على أن أنا أطمنكم مصر حريصة أنها تلعب دور إيجابي جدا، على الأقل في الفترة، أنا عايز أقول عشان ما كنتش ظالم، خلال السنين اللي فاتت كلها حتى قبل أنا ما أكون موجود، كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حريصين أنهم يعملوا دور إيجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا. فأنا عايز أقول أن نفس الخط احنا ماشيين بيه، احنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه. وأنا عايز أقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون ليه يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي، مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس. وفي مستهل افتتاح الملتقى الدولي للصناعة، طلب الرئيس السيسي من الحضور الوقوف دقيقة انحداد على أرواح الضحايا المدنيين في التصعيد العسكري بغزة. السلام عليكم. اسمحوا لي ان انا اطلب منكم ان احنا واحنا واقفين كده نقف دقيقة احداد على ارواح الضحايا، كل الضحايا المدنيين اللي سقطوا، اجلال واحترام مننا. يعني شكرا جزيلا، تفضلوا. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة. أقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين. حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة. وحملت مصر الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ومن دون انقطاع. وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري مع المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات سيؤدي
إلى كارثة إنسانية وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة. قال المندوب المصري في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق إن مشروع الهدنة الإنسانية الفورية في غزة صدر بأغلبية 120 صوتاً، مؤكداً أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وتدعو لوقف إطلاق النار وتدعو لإدخال المساعدات الإنسانية وترفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وتؤكد مساندة الحق الفلسطيني. وأضاف أن الأهم هو ليست لحظة للاحتفال، ولكن الأهم هو الاستمرار بنفس الروح والدعوة إلى التنفيذ وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، لا سيما أن الاجتياح البري سيزيد من عدد الضحايا الذي جاوز 7000 ضحية. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، وطالبت بوصول المساعدات إلى القطاع المحاصر وحماية المدنيين. والقرار الذي صاغته الدول العربية ليس ملزماً، لكنه يحمل ثقلاً سياسياً، وقد وافقت 120 دولة في حين امتنعت 45 عن التصويت ورفضته 14 دولة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة. ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن 4 مرات خلال الأسبوعين الماضيين في اتخاذ إجراء حول الوضع في غزة. في غضون ذلك شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا وغير مسبوق جوا وبرا وبحرا شمل مئات الغارات، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات توغل محدودة بغطاء جوي ومدفعي كثيف على محاور مختلفة في غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الفصائل تصدت لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج. من جانبه أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أن القوات البرية ستوسع عملياتها في غزة، داعيا سكان المدينة للتحرك جنوبا ومؤكدا استعداد الاحتلال على كل الجبهات. قال وزير الاتصالات الفلسطيني إن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة نجم عن قيام قوات الاحتلال بقصف لآخر نقطتي ربط دوليتين مع القطاع، مشيرا إلى أن القطاع بات مفصولا عن العالم الخارجي. وشدد وزير الاتصالات الفلسطيني على أن انقطاع الاتصالات داخل قطاع غزة سيؤثر على العديد من الخدمات لا سيما الصحية، حيث توقفت نداءات الاستغاثة وطلب الإسعاف. وأكد أنه قام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وغيره من الأطراف الدولية الفاعلة في انتظار التدخل العاجل. قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت القدرة على التواصل مع موظفيها ومنشآتها الصحية وبقية شركائها في المجال الإنساني في غزة عقب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع في إثر الغارات الإسرائيلية. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم إن هذا الحصار يشعره بقلق بالغ على سلامة موظف المنظمة والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى في غزة، داعيا لتوفير الحماية الفورية لجميع المدنيين وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية. كما أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع. وقالت الأونروا إن النازحين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب 3 أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يوجد به 12500 نازح أغلبهم من الأطفال والنساء. وأوضحت
أن 39 موظفا تابعا لها استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليا في مراكز الإيواء وهم بحاجة ماسة للعلاج. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، دمتم في أمان الله.